مشاهدينا مستمرين بصباحنا، غير وصلنا لمحطتنا الختامية لليوم. رح نحكي فيها عن موضوع بهم كل أب وكل أم. أكيد أكيد سلمى، عم نحكي عن موضوع جدا حساس ومهم، خاصة اليوم بدنا نبعد طفلنا قدر الإمكان على الاتكالية ونعده لحتى يكون شاب إذا بدنا نقول، أو حتى يافع قادر أنه يتحمل المسؤولية. طرق طبعا التعليم هي بتختلف، أو التربية بتختلف من عائلة لأخرى وبتختلف القيم. البعض سلمى يمكن بيشوف القسوة هي طريقة لحتى ننتج رجل قادر على تحمل صعوبات الحياة، والبعض الآخر بيشوف لا، يمكن المشاركة والحوار ضمن ضوابط معينة هي الأسلوب الأنسب. لحتى نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل أكيد بصيرنا نرحب بالدكتور حكم دياب، اختصاصي نفسي. صباح الخير دكتور. أهلين، صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. يعني مفاهيم كبيرة، وأوقات الناس بتقول إنه معقول بدنا نعلم الولد لساته طفل، هلا بدنا نعلمه المسؤولية بهذا العمر؟ لسه بكير عليه لحتى نحمله مسؤولية، بس هي كلمة بكير عليه بتخليه ينشأ وهو أساساً فاقد لمفهوم أو مع شو هي المسؤولية. من إمتى أنا بقدر بلش أعلم أطفالي المسؤولية؟ هلا بصراحة في بيقول لك بكير عليه، وفي منهم بيقولوا في كمان بيمارسوا المسؤولية الباكرة عليه. الصراحة الطفل ما بيبدأ يفهم معنى المسؤولية، أو متى ما بنقول له نحن بالطب النفسي الأنا العليا، لبعد 3 سنين. قبل 3 سنين بيكون عم يتعامل بالعواطف والطباع الغريزية اللي ولدت معه، اللي هي أساس الخوف والغضب والتملك. قبل 3 سنين ما فيني أنا أجبره على شيء، أنا أكون مثال له، أنا بكون متقبله بكل شيء فيه. هون بيفهموا الناس التربية هي القسوة. التربية ما لها علاقة بالقسوة، بس التربية أنا فيني وجهه للشيء المنيح، بس أنا متقبله بكل شيء فيه، بدون ما سبب له خوف، بدون ما سبب له قسوة، بدون ما عيشه بحالة التهديد بالخوف، التهديد بالعقاب. التهديد بالعقاب هو أصعب من العقاب. العقاب بيصير بفترة زمنية بسيطة، دقائق أو ساعة وبينتهي، بينما التهديد المستمر بالعقاب، والله لفرجيك هاي الكلمة، إيه بس والله لفرجيك، حتى بدون حكي أحيانا، حتى بحركات الجسد احيانا. لما بيفوت البيت، في بيوت من الا مشحونه بالعاميه، بنقول العواطف معبره عنها عاليه دائما، هذا بيولد اضطرابات نفسيه غالبا. اضطرابات نفسيه مو يعني رح نروح على دكتور نفسي ورح نتعالج ورح ناخذ ادويه، لا، بتصير مشاكل بالشخصيه عنده، اما بيتحول لطريق عدواني او اندفاعي او خجول كثير ضعيف الشخصيه. والثلاثة أصعب من بعض دكتور؟ يعني ثلاثة صعبين، وثلاثة بيأدوا لخلل عنده، لخلل بالأداء الاجتماعي، لخلل بالأداء العائلي. هالنماذج هي بصراحة منلاقيها كتير بالمجتمعات، منتشرة بصراحة، السمة المميزة للمجتمعات الشرقية والعربية عموما، لأن يعني المجتمعات العربية والمجتمعات الشرقية تميل لتعنيف الأطفال. هيك مفهوم التربية متوارث من 2000 و3000 سنة بجوز بمجتمعاتنا، تميل للقسوة. انت مثل ما انت رجال، لازم هيك تتصرف بهذا، ما لازم تعبر، لازم تكبت. الكبت دائما، الكبت 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 بيتظاهر معه بعدين بمشاكل نفسية، اما بيصير اندفاعي، بيفرغ هالكبت بوين؟ على طريق أضعف منه. يعني الأم عم تعنف ابنها، الأب عم يعنف الولد، الولد ما عاد فينه، بيعنف أخوه الصغير، بيعنف رفيقه، أو بينزوي، بيصير بتراجع دراسيا، بتراجع اجتماعيا، بتتراجع مهاراته اللي اكتسبها خلال السنوات الماضية. نعم دكتور، بعض الأهالي يمكن عندهم هذا الوعي إنه نحن نبتعد عن العنف أو حتى القسوة لدرجة كتير كبيرة. التشاركية والحوار مع الطفل، لأنه أكيد الطفل هو مخلوق جدا ذكي وقادر على يمكن النقاش والحوار بعمر معين. إذا بدنا نقول قد ايه مهم نشارك الطفل بتفاصيل حياتنا، الحوار، بكل شيء بنعمله لحتى نعده ليكون صاحب مسؤولية وشخصية بالمستقبل؟ هلا بصراحة دائما بده يكون شلون في قناة تواصل بينك وبين الطفل، بدك تسمعي له، بدك تفهمي عليه بتعبيراته، مو طول الوقت سكوت خلاص، ايه بعدين، ايه، هي كلها عم تعملي صدود نفسه، هو عم شو عم يتزايد عنده الكبت،
عم تزايد عنده تعلم كبت المشاعر، تعلم كبت التعبير عن الرغبات. هذا الشيء مع الكبر بيؤدي لمشاكل نفسية. فكتير مهم انه حاكي، انه اسمع له مهما كانت انت بالنسبة لك كبالغ ككهل شو ما كنت تكون، قديش الفرق العمري بينك وبينه، بس هو الشيء اللي عم يحكي لك يا هو شيء كتير مهم بالنسبة له، حتى بلغته الطفولية، حتى بتعبيراته الحلوة، هي تعبيراته البسيطة. البسيطة الحلوة، بس هو كتير كتير مهم بالنسبة له. تلاقي مثلا الأهل بيرجعوا مثلا بيفتحوا الباب رأسا بيجوا أولادهم عليهم، بدهم يقولوا لهم، بدهم يحكوا لهم، بدهم يشاركوهم. فردة الفعل الخاطئة اللي عند معظم الناس خلاص بابا، خلاص ماما، بعدين سكوت، هاي كله بتولد بعدين عنده شو؟ غضب دفين، رح يتظاهر عنده بمشاكل سلوكية ومشاكل نفسية مع العمر. معلش تعال لحالك شوي، اسمع منه لو دقيقتين، لو بتعبيراته البسيطة، كلماته الحلوة، أعطيه شوي داعمة، لو بالنظرات بدك تكون داعم له أنت. أكيد. طيب دكتور، كمان خلينا نحكي عن بعض الأساليب الأخرى اللي حضرتك حكيت عنها. قلت التهديد بالعقاب أصعب من العقاب بحد ذاته. طبعا كتير عائلات عنا بتعتمد هذا الأسلوب، أنه أنا إذا ما حطيت تنظيم، أو بتخلط خليني أقول هيك باللغة، بين النظام والتنظيم بالبيت وبين العقوبة والأسوأ. النظام مطلوب لأنه هو أساس بالحياة، ولكن كيف نقدر نفرق بيناتهم بحيث ما نوصل طفلنا ليفكر أنه أنا كل شيء عم بعمله هو غلط أو أسوأ؟ هذا الشيء بصراحة بيعتمد على مدى نضج الأهل، النضج العقلي والنفسي، وعلى مدى ذكائهم العاطفي، مو الذكاء الفيزيولوجي. يعني بيجوز واحد معه 4-5 شهادات دكتوراه بس علاقاته مع الناس فاشلة، هذا ذكائه العاطفي منخفض. بيجوز ذكائه الفيزيولوجي مرتفع، هذا فاشل بعلاقاته الاجتماعية. فكل ما كان الأهل ناضجين وقادرين على التعامل والجو بالبيت يميل للاستقرار النفسي، بيكون الطفل بيتلقى حالة من الراحة النفسية، حالة من التعبير عن رغباته، حالة من التشاركية، بتأدي معه لبعدين بس يكبر مستقر نفسياً، ناضج نفسياً. منفرقهم نحن كتير منشوفهم يعني بطريقة لعبهم، تلاقي الطفل عنيف اندفاعي وطفل تاني هادئ وقادر على يحل مشاكله اللي بيعانيها بهدوء وبروية، وقادر يكون علاقات اجتماعية ويكون بالعلاقات الاجتماعية هو محور هاي العلاقة. أكيد. كمان دكتور، اليوم كتير من الأهالي وحتى بعض الأطباء النفسيين إذا بدنا نقول بيرشح يكون في بالحياة مبدأ الثواب والعقاب لحتى يتحمل الطفل مسؤوليته. طفل بعمر 3 سنين أو حتى أكبر شوي، شو ممكن يكون الثواب والعقاب المناسب لهذا العمر؟ هلأ موضوع العقاب أنا مالي معه بصراحة، يعني ولا أي نوع، ولا حتى حرمان أو أي نوع. ممكن توجيه لطيف، تنبيه لطيف يعني، بس العقاب موضوع ثواب وعقاب أنا ما عم بتعامل مع يعني بالغ أو ناضج، ولا بالغ ولا مع ناضج، يعني هذا موضوع مع الكائن الإنساني ما بيصير هذا مبدأ ما. فغالبا مثل ما تفضلت قلت لك، الاستقرار النفسي ضروري، التهديد بالعنف والعنف النفسي، العنف النفسي أكثر شدة وأكثر ضررا على النفسية من العنف الجسدي. والتهديد بالعنف النفسي هو أكثر ضرراً من ممارسة العنف النفسي كمان. طيب الثواب بده يكون دائماً مقبول له، بده يلاقي مكافآت، ممكن هالمكافآت بكلمة ترضي، بنظرة ترضي، بإحساسه أنه هو مقبول، إحساسه أنه إنجازاته انقبلت، مثل ما بنشوفهم هلأ مثلاً بالتاسع وبالبكالوريا وبالهذا، نلاقي حالات توتر فظيعة جداً، يعني الأهل بيطلبوا الكمال، بيوصل الولد للبكالوريا يعني صار عنده اضطراب قلق، اضطراب هلع، ما عاد قدر يركز. كتير منسمعهم بيصير عندهم وقت كمثال نحن عم نحكي، يكون دارس بيروح على الفحص ما عاد المعلومات ما عاد قدر تطلع من عنده، هذا بسبب القلق والكبت اللي كله جواته عنده. بينما لو كانت البيئة عنده بالبيت مستقرة، بيئة هادئة ما لها متوترة، كان هالشي ما صار عنده. أكيد. يعني دكتور اليوم عطيتنا كتير معلومات، خلينا هيك بختام لقائنا لليوم، شو بتحب توجه نصيحة لكل الأهل حابين يزرعوا مفاهيم مهمة بأبنائهم، منها تحمل المسؤولية وغيرها من المفاهيم؟
هلا بصراحة أهم شيء بالنسبة للطفل الخمس سنوات الأولى، وإذا كنا نكون أكثر تخصيصا هي ثلاث سنوات الأولى. خلال أول ثلاث سنوات الطفل بحاجة لمحبة، بحاجة لاحتواء، بحاجة لتفهم، بحاجة إنه يكون مقبول بكل شيء فيه، ما بيصير تعنيف، يعني خلينا نحكي بالعامية خناق، ضرب، تهديد بالخناق، تهديد بالضرب، جعله بجو متوتر دائما. انتوا بعدين هاي انتوا بتحصدوها بعدين لما بيفوت بسن المراهقة او بسن الشباب بيطلع عندكم شخص مضطرب. هذا بتجوا ليش هيك صار؟ طب انتوا مساوين هالشيء، مساوين له كبت، مساوين له مشاكل نفسية هو والصغير، الجو عندكم مشحون كان. أكيد كل الشكر لك دكتور. وبالختام يعني إن شاء الله يكون كل الأهالي يمكن أو نسبة كبيرة قدرت تسمعنا ونعرف يمكن الضغوط أو كل العقبات يلي بتواجه الأهل ما تكون ذريعة لحتى نتصرف بطريقة غلط بالتربية ونلجأ للقسوة أو حتى إهمال مشاعر وعواطف أطفالنا. كل الشكر لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور لوجودك. شكرا.